بالنسبه اليوم غنشوفوا لا موتوريزاسيون ديال لي بورت باتون. دونك بالنسبه لنا صون فيه عندنا في 230 عندنا دو غام، عندنا لا غام جي اس بيان سور خصو يكون مقلوب من الفوق، وعندنا لا غام ديال الاد دونك جي اس كما قلنا هذا مقلوب خصو يكون من الفوق، وعندنا لا غام ديال ديال الاد جي اس كيمشي حتى لجوج ونص يعني في العرض على 2 متر في 250 كيلو، وبالنسبه للال كيمشي 4 متر في العرض على 2 في العلو على 400 كيلو في الفونتاين. بالنسبه للانستالاسيون يعني نشوفوا ميكانيك ديما خصنا نكونوا مريزيرفي ان تكون الانستالاسيون انكليني، ما يكونش يعني الموتور مع البورطا يكون اون باراليل، ديما يكون واحد الميوليه بحال اللي كتخلق واحد الكوت واحد لونغ، هذيك لونغ هي اللي كتخلق لنا واحد لافورس زابو باش ناسيريو واحد يعني بلوكاج باش ناسيريو بلوكاج. بالنسبه للريزيرفاسيون ديال الكابلاج، اول حاجه هاد لي كابل كاملين كنصيفطوهم لا سونترال، بيان سور لا سونترال خصها تكون في بلاصه اكسيسيبل، يعني ماشي تحل الباب غنتبلوكا، ديما تكون الكارت لا كارت معزوله بوحدها، وخا يتحل الباب ولا يتسد كتبقى عندي كتبقى لا كارت اكسيسيبل. دونك بالنسبه للكابلاج كندوز الخيوط ديال الموتور يعني الكابل بالنسبه للام ان ديال 4x1.5، الموتور ام 2 4x5، عاد خلاص بالنسبه لي فوتو سيلول كنديرو كل يعني كل بير من فوتو سيلول، كل حنا الفوتو سيلول كيكون دو بير يعني كيكون بير، دونك الاولى كندوز على كابل تليفونيك ديال 4 بير، والثانيه ديال كابل تليفونيك ديال 4 بير، عاد خلاص بالنسبه للروم كندوز على كابل ديال 2x1، بالنسبه لليمونطاسيون كندوز على كابل ديال 3x2.5. هادي بالنسبه ريزيرفاسيون ديال الكابلاج. بالنسبه للانستالاسيون دونك ديما الموتور اللي كيتحل الاول هو اللي كنديرو ام 1، الموتور اللي تبعو هو ام 2. دونك بالنسبه للريزيرفاسيون ديال الكابلاج بيان سور كندير قهوي كحل زرق قهوي، والكونفرساتور كتكون اونتر لي دو بولاريتي، يعني خص يكون الكونفرساتور ما بين القهوي والكحل، ما كتجيش هي الوسط، الزرق ديال الموتور هو اللي كيجي الوسط. نفس القضيه بالنسبه للاخر، زرق كحل زرق قهوي. هذا بالنسبه للجي اس، وبالنسبه للال كيكون كيكونوا معاكسين، يعني كيكون قهوي زرق كحل. هذه بالنسبه للكابلاج. عاد خلاص لاليمونطاسيون في الان 2، وعندي لا لومب كتجي هي لي دو بورن الاخرين اللي كاينين في هاد الفاس ديال البويسونس. عندي الفاس ديال كونتاكت سيكوريتي اي لا كوموند، دونك عندي الفوتو سيلول لاليمونطاسيون ديالهم بيان سور كنجيب ال 15 و 16 هما ديال لاليمونطاسيون، يعني هما الواحد والجوج ديال لانستالاسيون ديالي، يعني ال 15 الواحد كتمشي ل 16 والجوج كتمشي ل 15. نفس القضيه بالنسبه للفوتو سيلول الثانيه، دونك الواحد كتمشي ل 16 والجوج كتمشي ل 15 بيان سور كيتلاقاو هنا في لا سونترال. وعاد عندي خلاص الكونتاكت سيكوريتي اللي هو 3 و 5 ديال الفوتو سيلول، كنجيبو ما بين 18 و 20 ديال لا كارت ديالي، ما بين 18 و 20. وعاد كندير واحد لا بوكل، يعني كنبوكلي واحد كندير واحد لاشانت ما بين 18 و 19، هذه كونتاكت ديال لا راديو اورجونس، يعني ديما خصو يكون مشانتي هذاك. عاد خلاص الكونتاكت ديال لوفيرتور ديال التوتال اللي هو نورمالمون 21 و 22. هذه بالنسبه للكابلاج الكتريك. بالنسبه للبروغراماسيون، دونك اول حاجه دونك ملي كندوز لانستالاسيون الكتريك ديالي كنالمونتي كنطلع لاليمونطاسيون، اول حاجه كندير هي كنبروغرامي تيليكوموند. باش كنبروغرامي تيليكوموند كنوراك على هاد لا توش بروغ كتشعل البوله، كنوراك على وحده من هاد لي ربعه، هاد التيليكوموند كيغو فيها اربعه ديال لي كوموند، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، والكيتيس عندنا فيها دو كوموند اللي هي هاد، كنعزل انا وحده، انا نعزل مثلا الوسطانيه، كما قلنا كنوراك 2 3 سكوند كتشعل هاد البوله، وكنوراك على التيليكوموند كتبات كلينوت، دونك البروغراماسيون ديال التيليكوموند دارت. من بعد هنا الا لاحظتوا شاعله ليا واحد البوله هنا، هذيك كتبين لي انها كاين ديفو الكتريك، دونك الديفو الكتريك بعض الخطرات كيكون غير خاصها تسد البواط، خاصها تسد فوالا. دونك هذا هنا هذا هو الكونتاكت سيكوريتي اللي قلنا ما بين 18 و 20 كان يعني كان محيد، دونك الا جيت بغيت الا بغيت نسد ما غاديش يتسد ليا، ديما غيعطيني ديفو، وهنا شاعله ليا اللامب.
دونك شنو خصني ندير؟ خصني نسد الكونتاكت دو سيكوريتي. هاد البوله هادي كتشعل بزاف الحوايج، كتشعل اما كيكون ما مكابليش من هنا، اما هاد البواطات محلولين، واما كيكون هاد الفيزيبل محروق. يعني هادو هما ثلاثه الحوايج علاش كتشعل لينا هاد البوله ديال الديفو. وكيبان لينا ان الديفو راه كاين في العشرين. يعني شنو خصني ندير؟ خصني نسد لابوك. بالنسبه ليا هنا خصني غير نسد الكونتاكت ديالي ديال لا سيكوريتي وما يبقاش عندي الديفو. دونك ملي كنسد ما كيبقى حتى بولا شاعله. دونك سديت لابوك لاليمونطاسيون ديزا مقاده. بيان سور كنأسيوري ان الباب يكون مسدود، عاد كنلونسي السيكل ديال لوطوبرونتيساج. قبل من نلونسي السيكل ديال لوطوبرونتيساج خصني نكون متاكد ان هاد لي سويتش كلهم هابطين. يعني اش كندير؟ كنوردك على هاد 7 2 3 سكوند اون فوا كدات كلينيوتي. اش كندير؟ كندير لابوي الاول، كتحل الفرده الاولى، كنتسنى واحد شويه ديال الوقت وكنعاود وراك على التيليكوموند باش تحل الفرده الثانيه. هذا هو لو طون دو ديكالاج اونتر ام ان ام 2. ملي كيقرب الموتور يوصل كنوراك لابوي الثالث باش لونسي الرالونتيسمون. يوصل الموتور الفان كورس ديالو كنتسنى واحد 2 3 سكوند، عاد كنوراك المره الرابعه باش كناسيري يعني ستوب. هادشي اللي كاين في لا بروغراماسيون. وكاو مثلا تخربق لي الريغلاج ولا مثلا تخربقوا لي التيليكوموند، عندي جوج الحوايج. كنقدر من افاسي الميموار ديال لا تيليكوموند بهذا البوطون هذه، يعني كنبقى مورضك ما كنحيدش يدي واخا تشعل البوله ما نحيدش يدي حتى تكلينوتي. هذه الا بغيت افاسي كاع لي تيليكوموند تبدا تكلينوتي. اولا كبغيت نعاود لي ريغلاج مثلا الموتور ما كيوقفش ليا في البلاصه ولا كيلونسي لي رالونتيسمون قبل من الوقت. دونك كنجي كنورق على هاد السيت هذه ما نحيدش يدي واخا تشعل البوله ما نحيدش، يعني تتولي فيكس عاد كنحيد يدي. دونك هنا خويت لاكاب.